السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى نشرة الأخبار من قناة حضرموت. أصحابكم فيها أنا عبد الله باديان، ونستهل النشرة بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يزور معرض الدفاع العالمي بالرياض الذي يضم أحدث التطورات التقنية العالمية في قطاعات الدفاع والأمن. اعتماد 75 طنا حصة إضافية من الغاز المنزلي لمحافظات حضرموت وعدن وتعز. دار الأوبرا المصرية تشهد التحضيرات النهائية لإطلاق حفل السيمفونيات التراثية العالمية. وإتلاف كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر ضبطت على متن قارب صيد بمحافظة المهرة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. زار رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك معرض الدفاع العالمي 2022 في نسخته الأولى بالعاصمة السعودية الرياض، تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. واطلع رئيس الوزراء أثناء زيارته لعدد من أجنحة المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اطلع على أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم في مختلف قطاعات الدفاع والأمن. كما التقى معين عبد الملك على هامش المعرض عددا من رؤساء وفود الدول المشاركة، مستمعا من مسؤولي جناح الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على جهود توطين الصناعات العسكرية في المملكة والإنجازات التي تحققت في هذا الجانب وفق مقاييس عالمية عالية الكفاءة. اطلع محافظ حضرموت فرج البحسني بمدينة المكلا على سير الأعمال الإنشائية في مشروع مجمع القصر التجاري التابع لمؤسسة عبد الله بن محفوظ للتجارة، واستمع البحسني إلى إيضاح حول مساحة الموقع الإجمالية التي تقدر بأكثر من 15,000 متر مربع، ومساحة المشروع الأولي البالغة 9,600 متر مربع، وهي عبارة عن 12 معرضا تجاريا، إلى جانب جهود المؤسسة لاستقطاب رؤوس الأموال الحضرمية من خارج البلاد لتنفيذ مشاريعهم في محافظة حضرموت. سعداء جدا نكون اليوم في هذا الموقع الذي هو عبارة عن مشروع متكامل، وهذا المشروع ما يميزه أنه أخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات السوق التي سيفتح في هذا المكان. معارض كبيرة وواسعة، ممكن تصلح للسيارات، ممكن تصلح لأي مواد بناء، ممكن تصلح حتى لمواد غذائية. فهذا المستثمر بنشكره جزيل الشكر اللي هو بن محفوظ على هذا المشروع، وبنحيي الطاقم اللي قايم على العمل بأنه عملوا في حسابهم أنه تكون مواقف كافية للسيارات ويكون المواطن يدخل إلى هنا بأريحية. مثل هذه المشاريع نحن في أمس الحاجة إليها في المكلا وفي المدن الكبيرة، ولذلك نحن في المستقبل إن شاء الله نريد المستثمرين الآخرين أن يأخذوا مساحات كافية ويحسبوا بالحسبان أن هناك مواقف للسيارات تكون متوفرة، أن هناك سلاسة في دخول المواطنين إلى المحلات الكبيرة. هذه الخدمات ستتطور، وحضرموت قادمة على استثمارات بإذن الله كبيرة وكبيرة جدا في المستقبل القريب العاجل. تشهد محافظة شبوة حراكا ثقافيا متزايدا واهتماما متناميا بالقراءة والنشر، حيث ينظم حاليا معرض الكتاب للعام الجاري الذي يستمر 10 أيام بمشاركة 15 دار نشر. وزار محافظ شبوة عوض العولقي المعرض الذي يشهد إقبالا واسعا، متعرفا على الأجنحة والأقسام المختلفة التي تضم 100,000 كتاب موزعة على 25,000 عنوان، وشملت كتبا علمية ودينية وثقافية وأدبية وقصص وروايات للأطفال وغيرها. وشد المحافظ العولقي بالفعالية النوعية مبديا استعداد قيادة المحافظة لدعم ورعاية مختلف الأنشطة الثقافية التي تشهدها محافظة شبوة. اعتمدت الشركة اليمنية للغاز كمية إضافية من الغاز المنزلي إلى الحصص الرسمية المخصصة لمحافظات حضرموت وعدن وتعز،
وقال المدير التنفيذي لشركة الغاز محسن وهيط خلال اجتماع لقيادة شركة النفط عقد في عدن، قال إن الشركة اعتمدت 3 مقطورات بسعة 75 طنا ستوزع يوميا بالتداول على المحافظات 3 بواقع 25 طنا لكل محافظة، استجابة لتزايد حاجة المواطنين لمادة الغاز المنزلي في هذه المحافظات. تشهد دار الأوبرا المصرية حاليا التحضيرات النهائية لإطلاق الحفل العالمي الثاني من مشروع السيمفونيات التراثية بقيادة الموسيقار والمايسترو محمد القحوم تحت شعار نغم يمني على ضفاف النيل، والمقرر إقامته في 10 مارس الجاري. ويهدف الحفل لنشر الفنون اليمنية وتقديم صورة مختلفة عن الفن والموسيقى. التقرير الآتي من بعثتنا من القاهرة يروي تفاصيل أكثر عن التحضيرات النهائية للحفل. بلون يمني سيمتزج بمختلف الفنون الموسيقية نغم يمني على ضفاف النيل، صوت واحد سيردد لتعزيز أواصر العلاقة الثقافية والفنية اليمنية المصرية وتشجيع للشباب اليمني على الإبداع. شباب معروفين وأصوات معروفة، إحنا نحاول ندعمهم والوزارة تحاول تدعمهم، المركز الثقافي اليمني بإدارة الأستاذ حسين محب الفنان يحاول قدر المستطاع أنه يدعم الشباب ونستخرج لهم رواتب أو منح مالية، لأنهم هنا مستقرين معظمهم في القاهرة، وعلشان يقدروا يبدعوا. وإحنا بصراحة نطمح لإنشاء فرقة أوركسترا يمنية تحتوي على هذا الإبداع كله. 120 موسيقيا وعازفا أوركستراليا تراثيا من اليمن ومصر وجنسيات أخرى يخضعون لبروفات نهائية هنا بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو محمد القحوم لإيصال رسالة سلام من أم الدنيا عن اليمن ورسم صورها المختلفة بالموسيقى للشعوب الأخرى حفاظا وتوثيقا للموروث الموسيقي على المسرح الكبير. أول مرة نلعب المزيكا دي، ده حقيقي المزيكا اليمنية دي، وإحنا أنا يعني شايفها حاجة كويسة جدا، ولو استمرنا على ده هيبقى في حاجات أحسن من كده كمان إن شاء الله. يعني أنا ملاحظ إن هو كان بيتكلم في إن في موسيقيين متميزين عندكم جابوا يعملوا معانا الحفلات، دي حاجة كويسة جدا جدا، بتشجع الموسيقيين جدا وبتقويهم في إن هم يعملوا حاجات زي كده كتير، وده العالم كله بيبقى محتاج حاجة زي كده، الناس تتعرف. إحنا بنتعرف بينا وبين بعض، العالم كله بيتعرف على بعضه من خلال الموسيقى. أجواء طرب موسيقية وتبادل خبرات فنية تجرى حاليا، فمقطوعة بعض الأخرى ستعكس ثقافة وفنا مجتمعيا بأسلوب راق يتخطى حواجز اللغة، وستظهر بلمسة ثقافية تؤكد سلام وفن وأمن وتعايش المجتمع بصور مختلفة لإيصالها للعالمية. طبعا نحن جينا من حضرموت عشان نقدر نوصل فننا الحضرمي واليمني للعالمية، وعن بطريقة حديثة وجديدة وسهلة للمستمع وكلاسيك نفس الشيء. وطبعا أنا مشارك لأول مرة كورال يعني، وأنا مفتخر جدا جدا يعني بمشاركتي في حدث كبير مثل هذا. التدريبات المكثفة للحفل الثاني من السيمفونيات التراثية مستمرة حتى موعد انطلاق حفل عالمي ثاني في 10 مارس الجاري. فالأول عكس صورة جذابة لقيم المجتمع الحضرمي في ماليزيا 2019، والقادم سيحمل جزءا كبيرا من الآداب والفنون اليمنية والعربية وقيم المجتمع الذي يردد بلن ترى الدنيا على أرضي وصية. في محافظة لحج زارت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسفيرة النوايا الحسنة إنجلينا جولي زارت مخيم النازحين بالمدينة الخضراء بالمحافظة، واطلعت جولي على أوضاع النازحين في المخيم الذين شردتهم الحرب الدائرة في البلاد. وتزور الممثلة الأمريكية عددا من المناطق في اليمن للفت الانتباه للمعاناة الإنسانية التي يمر بها اليمنيون منذ سنوات.
وجه وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بحضرموت جمال سالم عبدون وجه شعبتي التوجيه والمناهج باستكمال الإجراءات الخاصة لتنفيذ العملية الاختبارية لإنهاء العام الدراسي وتطبيق اللوائح من قبل لجان الضبط والتحكم ووضع الأسئلة وإيجازها من قبل الموجهين والنظراء. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لأعمال الدورة الأولى للمجلس الفني لتربية حضرموت. وفي الاجتماع أكد عبدون أن قيادة مكتب الوزارة تعتزم إقامة الحفل الخطابي والتكريمي والفني الخاص بالفائزين والمبرزين في جميع النشاطات اللاصفية على مستوى مديريات المحافظة خلال الأيام المقبلة. وفي محافظة المهرة اطلع وكيل وأول المحافظة العميد مختار الجعفري على سير العمل في منفذ الشحنة الحدودي مع سلطنة عمان، واستمع الجعفري من مدير جمارك شحن سالم عقيل إلى شرح حول سير العمل في المنفذ، مثمنا الجهود جهود القوات المسلحة والأمن في ضبط الحركة المرورية وتعزيز حالة الأمن والاستقرار ومحاربة أي محاولات للتهريب في المنفذ. وشدد الجعفري على ضرورة التزام الجميع بالقرار الحكومي بشأن رفع الرسوم الجمركية والذي شمل كل المنافذ الأخرى وتضافر جهود الجميع من أجل مواصلة الارتقاء بآلية العمل في المنفذ وضمان الحد من أي اختلالات. ونبقى كذلك في محافظة المهرة، حيث أتلفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر تم ضبطها من قبل عناصر مكافحة المخدرات في عرض البحر، وكانت محملة على متن قارب صيد. وجرت عملية إتلاف وإحراق الكميات المضبوطة من المخدرات بحضور وكيل النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت أحمد الشدادي، ووكيل نيابة الغيضة هاني بلحاف، ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد محمد الأحمدي، ونائب مدير الأمن والشرطة مدير البحث الجنائي بمحافظة المهرة العقيد أحمد رعفيت. يعاني كثير من الأطفال في بلادنا من تبعات الحرب الجارية وما تخلفه من آثار إنسانية ومعيشية وصحية سيئة، وللمساهمة في عانة الأطفال المرضى على وجه الخصوص وذويهم يقوم برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب بتنظيم المشروع الثامن لقسطرة وجراحة قلب الأطفال الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي اختتم أعماله بمركز نبض الحياة بمؤسسة أمراض القلب الخيرية. ملائكة الأرض، بسمة بريئة من وجنتيهم تخبرك بأن الحياة لا زالت بخير. هذه الابتسامة لربما تحمل خلفها ألماً ووجعاً، مفاده أن المرض أنهك أجسادهم الصغيرة وأصبحت قلوبهم تنبض بصعوبة. لكن في مشروع يجسد أعظم صور الإنسانية ومن أجل المساهمة في استمرار نبض قلوبهم، اختتم الفريق الطبي السعودي المشروع الثامن لقسطرة وجراحة قلب الأطفال ضمن برنامج نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. بفضل الله عز وجل أن تمت في هذا الحملة عمليات كبيرة جدا ومعقدة، والبعض أول مرة يتم في اليمن، فالشكر الموصول لمركز الملك سلمان على دعمه الكبير اللامحدود لمرضى القلب في الجمهورية اليمنية. الحمد لله بمنته وفضله إلى الآن أجرينا أكثر من 65 إجراء جراحي وإجراء قسطرة، والحمد لله كلها تكللت بالنجاح. العمليات تدرجت من العمليات المتوسطة الصعوبة إلى عالية الصعوبة والتعقيد. المشروع الذي احتضنه مركز نبض الحياة بمؤسسة أمراض القلب الخيرية بالمكلا كان بمشاركة البروفيسور عبد الرؤوف صعيدي استشاري جراحة قلب الأطفال والدكتور منصور المطيري استشاري قسطرة قلب الأطفال، حيث أجريت حوالي 70 عملية جراحية لأطفال في مقتبل العمر. والله كان عاد عمرهم شهرين، بعدين اكتشفنا أن علاقنا يودينا المستشفى
علقنا قال بثق بالقال والله بدينا نتابع العلاج بعد لا حتى وصلنا لونه هذا الحمد لله قال لونه اتقبل العملية كان حنا طلعنا 3 مرات وهي الرابع يعني كل حنا قي ماشي عملية جراحية لا المرة ربي وفقنا حنا وقي عملية جراحية الحمد لله الله ما شاء الله يجزيهم الله ألف خير مركز تمام وعناية تمام الحمد لله الله يدي لهم الصحة والعافية إن شاء الله. مؤسسة أمراض القلب الخيرية لا زالت تواصل العطاء والريادة بمثل هذه المشاريع التي ترجع البسمة لهؤلاء الأطفال وأهاليهم في بلاد تعود أطفالها سماع أصوات الرصاص والبنادق. لكن مثل هذا المشروع الخيري يحيي الأجسام الصغيرة ويعتبر بذلك صمام أمان ونبض حياة. محمد بن فضل لقناة حضرموت الفضائية المكلا. التقى المدير العام لمديرية ثمود رزيق المنهالي بمدير الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان وكيل وادي حضرموت كفى بن علي جابر لبحث آلية تطوير عمل المرأة أو قطاع المرأة بالمديرية في جانبي التعليم والصحة. وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية تعاون مشترك لبناء قدرات المعلمات في المجال التربوي من خلال دورات تأهيلية وورش تدريبية في أساليب التعليم والتدريس، إضافة لعمل عيادات صحية خاصة بالنساء. مشاهدينا الكرام، بعد هذا العرض لأخبار النشرة ننتقل بكم الآن إلى أخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة بمشيئة الله تعالى. وختام النشرة مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما أوردناه فيها من أنباء. رئيس الوزراء يزور معرض الدفاع العالمي بالرياض الذي يضم أحدث التطورات التقنية العالمية في قطاعات الدفاع والأمن. اعتماد 75 طنا حصة إضافية من الغاز المنزلي لمحافظات حضرموت وعدن وتعز. دار الأوبرا المصرية تشهد التحضيرات النهائية لإطلاق حفل السيمفونيات التراثية العالمي. وإتلاف كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر ضبطت في عرض البحر على متن قارب صيد بمحافظة المهرة.
مشاهدينا الكرام، ختام هذه النشرة التي قرأتها على حضراتكم من قناة حضرموت الفضائية تقبل تحياتي وتحيات فريق العمل. ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة حسابات قناة حضرموت على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وأطيب المنى، وإلى اللقاء.